يمكن بحث منير بشير في تراث وجذور الموسيقى، موسيقى المنطقة، هو بشكل الخطوة الأولى نحو تجاوز أزمة الموسيقى العربية، وأنا سمعت لك شيء من هذا. يا أستاذ الكريم، الموسيقى ليست على الموسيقى على الفلسفة، الثقافة، تجذر وتفتح، هذه إذا لم انتهيها أنا كيف يمكن أن أتكلم عن الموسيقى العربية ولا أفهم الحضارات المنطقة، حضارات عائلية، حضارة فارسية، حضارة تركية، حضارة هندية، حضارة آسيوية، حتى الشمال أفريقيا لازم أفهم، وأنا قبل العرب الإسلام لازم أفهم ماذا فيها هذه المنطقة. بعدين أنا كيف أتكلم عن الموشح الأندلسي، لا أفهم الموشح الأندلسي اللي بني في الأندلس. فإحنا يجب أن هذا كله نعرفه، عندئذ سوف نجد نحن أين. فمنير بشير ربما بدأ بس في غير يعلم أن الشباب حيكونوا حيواصلوا المسيرة، ولكن كمان أرجع أقول الآن أجدنا عازفين في أوروبا تركوا الجيتار ويأخذوا العود. فإحنا لحد الآن افتكر الجيتار هو أرقى من العود، في الوقت اللي أكبر بروفيسور عالم اللغة الإسبانية وموجودة عندي هتشوفوها في مذكراتي كتب لي رسالة عالم في إسباني باللغة الإسبانية، قال بعد أن استمعت العود عرفت أنه العود الآلة النبيلة والجيتار الولد غير شرعي. هذا مش متخلف عن احتياء أو أنا متعصب، هذه حقيقة، هذا يعبر عن أساسنا، عن بيئتنا، عن تفكيرنا، عن مزاجنا العربي، عن 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 المميزات اللي تميز فيها الموسيقى. أما أنا أجي ألف البيانو، أنا أعمل أيضا قصة سيمفونية، أنا ألف دراساتي الوطنية، بس هذه شيء ثاني، هذه تتبع مثل ما أنت تتكلم اللغة العربية الفصحى لازم تتكلمها بكل قواعدها، يتكلم هندي وفرنسي والماني، هذا عيب اساسا ما اتعلم لغة العربية، ولكن على أن نتبع على حساب
Thank you.